يقتل بصمت، ينتشر بصمت، وياخذ معاه كل عام أكثر من 8 ملايين ضحية. هو الخبر المزعج اللي ما حد يتمنى أن يسمعه، ومرض العصر الأكثر شراسة، السرطان. على الرغم من يأس الكثيرين من شفائهم منه، إلا أن القرن 21 ما زال يبهر العالم بمعجزاته. ومع تطور التكنولوجيا الهائل في الأحياء والفهم العميق لخلايا جسم الإنسان وجيناته، يقف اليوم ملايين البشر على عتبات أمل جديد لعلاج هذا المرض الخبيث والتخلص منه إلى الأبد. ولكن ما هو السرطان؟ هل هو مرض معاصر أم أن أسلافنا عرفوه أيضاً؟ وهل له علاج أم لا؟ جسم الإنسان فيه مليارات الخلايا المختلفة، العصبية والعضلية والعظمية والدهنية والجلدية وغيرها، ويصل عددها إلى أكثر من 37 تريليون خلية. ولكن إذا خلية واحدة فقط قامت بتمرد ولم ينجح النظام المناعي لجسم الإنسان في القضاء عليها، فإنها راح تنقسم وتنقسم دون توقف ومن دون أن يمنعها شيء من غزو الجسم كله. كثيرين منا يظنون أن مرض السرطان هو مرض حديث، ولكن العلماء لهم رأي مختلف. اكتشفوا وجود 29 ورم في عظام 97 ديناصور عاشوا في العصر الطباشيري قبل 70 مليون سنة تقريبا. كذلك اكتشف مجموعة من الباحثين من جامعة دارهم البريطانية والمتحف البريطاني، اكتشفوا بقايا عظام تعود لرجل قبل حوالي 3200 سنة تظهر إصابته بالسرطان في أجزاء مختلفة من عظامه. وقبل حوالي 2500 عام أطلق الطبيب أبوقراط، أبو الطب والفيلسوف الإغريقي، اسم السرطان كارسينوس على نوع معين من الأورام يشبه إلى حد كبير الأورام اللي نوصفها اليوم بالسرطان. أكيد السؤال اللي يخطر على بالكم الحين هو ما هي أسباب تكون السرطان في جسم الإنسان؟ خلايا الجسم تنقسم لتشكل خلايا جديدة علشان الجسم يستمر بالعمل، ولما تشيخ الخلايا أو تصاب بالعطب والجسم ما يقدر أنه يصلحها أو يقتلها، تصير خارج عن السيطرة وتشكل أورام. هذه الأورام تكبر وتخل باستقرار أنظمة الجسم كنظام الهضم والدورة الدموية والجهاز العصبي، وتنتقل هذه الخلايا السرطانية من عضو إلى آخر وتستقر فيه لين تفسده. ولذلك يوصف هذا المرض بالخبيث، لأنه يعمل بطريقة خبيثة فعلا، وتبدأ هذه الخلايا تطلق هرمونات في الجسم تضعف مناعته فيبدأ يضعف حتى ينهار. وبعد أن تشكل هذه الخلايا مستعمرات في الجسم، تقوم بتكوين أوردة جديدة لتغذية نفسها والاستمرار في النمو، فتخترق الأنسجة وتصل حتى مجرى الدم علشان تسهل انتقالها إلى المناطق السليمة في الجسم. شيء غريب وكأنها ميليشيات إرهابية، وكل ما وصلت إلى أماكن جديدة صارت محاربتها أكثر صعوبة. يمكن تستغربون أني أتكلم عن السرطان وكأنه يتحكم بنفسه، بس في الحقيقة هالمعلومة دقيقة جداً. فالخلايا المسرطنة مبرمجة أنها تعمل بروحها بدون أي توجيه من الجسم. كل هذا يبدأ من شذوذ خلية واحدة فقط. تصوروا بمجرد ما أن هالخلية تصاب بخلل في الDNA اللي في داخلها، يجن جنونها وتبدأ بالتمرد. هالعملية تسمى طفرة أو ميوتيشن. خلنا نشوف، هذه هي الخلية، طيب، وهذا هو الDNA في داخلها. في هالDNA توجد جينات، هذه الجينات تسمى الجينات السرطانية. هذه الجينات إذا جتها طفرة في العمل، فإنها في أغلب الأحيان بتحول الخلايا إلى خلايا مسرطنة. الحمض النووي أو الDNA اللي يحوي الجينات هو العقل المدبر للخلية، وفيه يوجد جزء يسمى أونكوجين، ويسمى أيضا الجين الورمي. وظيفته هي التحكم بدورة حياة الخلية، ولما يصيبه خلل فإن الخلية تعلق على وضعية الانقسام المستمر فتخرج عن السيطرة. وهناك جزء آخر يسمى الجينات الكابحة أو بالإنجليزي Tumor Suppressor Genes، وهي المسؤولة عن إنهاء حياة هذه الخلايا اللي تستمر في الانقسام لأنها صارت غير صالحة. ولكن لما يتضرر هذا الجين فخلاص ما في شيء يوقف الخلية عند حدها فتظهر الأورام. معظم صفات الإنسان الجسدية كلون العين ولون الشعر وملامح الوجه يورثها من أمه وأبوه، والفضل لذلك يعود للجينات
الموجودة في داخل الدي ان اي، ولكن الجينات قد تتحول إلى عدو شرس جدا وتنقل معها عبر الأجيال بعض الأمراض اللي ما نقدر نحن نتجنبها كسرطان. حد من الناس جيناتهم عندها القابلية للطفرات، أو أنهم ولدوا أصلا بطفرات جينية، ولهذا السبب التاريخ الصحي والجيني للعائلة مهم جدا لما الواحد يروح أساس يفحص عن السرطان. ومع ذلك العوامل هذه الوراثية ما تشكل أكثر من فقط 5% للإصابة بالسرطان. والسؤال هو ما هي الأسباب الأخرى؟ من المهم أن نعرف بأن السرطان لا يعمل لوحده، فهناك بعض المواد التي تسمى كارسينيجنز تزيد احتمال حدوث طفرات جينية تسبب السرطان. ومن الأشياء اللي فيها هذه المواد بكثرة هو التبغ. العالم فيه اليوم تقريبا 2 مليار مدخن، هذا بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. والتدخين يصنف كأبرز مسببات السرطان، وخصوصا سرطان الرئة اللي يعد أحد أشد أنواع السرطان فتكا. وتقول الدراسات إنه لو توقف الشباب دون سن 20 عن التدخين اليوم، فإن حالات الوفاة بالسرطان بتنخفض إلى 40% بحلول عام 2050. التبغ ليس المادة الوحيدة المسببة للسرطان، فهناك الفحم والمشروبات الكحولية والأغذية الدهنية والتعرض لأشعة الشمس والتقدم في السن والالتهابات المزمنة والأشعة الراديوية والكهرومغناطيسية اللي تحيط بنا في كل مكان. مثلاً شاشات التلفزيون والكمبيوتر والهواتف والساعات الإلكترونية والإضاءة في المنازل، حتى الأسلاك الممتدة في بيوتنا ومكاتبنا تطلق إشعاعات قد تؤثر علينا بشكل كبير. لكن مسببات السرطان تتجاوز هذه المواد، وهناك الكثير من الفيروسات والبكتيريا اللي تسبب طفرات جينية في داخل الخلايا. منها مثلاً فيروس الكبد الوبائي النوع B اللي ينتقل بالعدوى والحقن الملوثة. المصابون بهذا الفيروس عندهم القابلية أنهم يصابون أيضاً بسرطان الكبد. وكذلك في بكتيريا اسمها هيليكوباكتر، هاي البكتيريا تسبب سرطان المعدة. هذا النوع من البكتيريا قد يصيب الإنسان لما يشرب مياه ملوثة أو يأكل من خضروات معالجة بمواد كيميائية كثيرة لقتل الحشرات. لذلك ينصح دائماً بتجنب الأكل غير المطبوخ جيداً، لأنه قد يحتوي على هذه البكتيريا الخطيرة. المسببات السابقة والفيروسات والبكتيريا هي مجرد مسببات أولية للسرطان، ويطلق عليها العلماء اسم العوامل البادئة أو initiators. السرطان في هالمرحلة يكون ضعيف وغير قادر أن هو ينتشر في الجسم اللي قاعد يقاوم، لكن هنا تبدأ عوامل أخرى تسمى العوامل المشجعة أو promoters، وهي مواد كيميائية وفيروسات وبعض أنواع الأشعة مثل أشعة جاما تقوم بتحفيز انقسام الخلايا ويدخل السرطان في مرحلة خطيرة. لكن سبحان الله أشعة جاما اللي التعرض لها بكميات كبيرة قد أن هو يسبب السرطان تستخدم أيضا في علاج السرطان. ولذلك إذا عرفنا بأن سر مقاومة السرطان هو قوة جهاز المناعة، فهذا يعني أن الإنسان اللي عايش حياة صحية يكون قادرا أن هو يوقف السرطان في مرحلة العوامل البادئة. وحد يقول طيب كيف ممكن أن أنا أعيش حياة صحية؟ بالأكل الصحي، بالرياضة الصحية، بالصحة النفسية العالية، وأيضاً بالبيئة الصحية المحيطة فيه. الكثيرين منا لما يسمعون بالسرطان يظنون بأنه يظهر فجأة، لكن في الحقيقة أنه يتطور على عدة مراحل قد تمتد على 20 سنة، ومو بشرط تظهر أعراضه في المراحل الأولى، ولكن هذه المراحل هي الأكثر خطورة، وفيها تبدأ الخلايا السرطانية بالانتقال من مكانها الأصلي لتكون أورام سرطانية ثانوية. ويطلق الأطباء على هذه المرحلة اسم الامتداد progression. لاحظوا كيف الخلايا تنقسم بشكل متسارع جدا، ومع كل انقسام يزداد خللها الجيني، ومع الوقت يفقد الجسم السيطرة وما يقدر أن يتحكم بهذا الخلل. ولكن هل الأشخاص اللي يمرون في هذه المرحلة ما لهم أمل في الشفاء؟ طبعا هناك أمل. فالعلماء على مدى العقود الخمسة الماضية وصلوا الليل بالنهار من أجل الحصول على علاج مناسب، ولكن
قبل العلاج كان عليهم اختراع آلية لتصنيف المرض، لأن التشخيص الصحيح من أهم مراحل العلاج ويساعد في وضع الخطة العلاجية المناسبة حق كل مريض. ولهذا التصنيف نظام يعتمد على مجموعة معايير، منها حجم الورم وكم ورم في داخل الجسم وش كثر الأورام هاي منتشرة وأشياء كثيرة غيرها. ولكن بعد ثورة DNA أصبح العلماء على دراية أكثر بالسرطان، وساعدهم ذلك على معرفة مراحل تطوره وتتبع العوامل اللي تسببه. في بداية اكتشاف السرطان والأورام ما كان عند الأطباء غير حل واحد وهو الجراحة، وما زال الأطباء يستخدمون هذا التكنيك بس في حال عدم انتشار المرض في كل الجسم. لكن مشكلته أنه يفتقر إلى الدقة، وممكن في بعض الحالات أن تبقى بعض الخلايا السرطانية في داخل الجسم، وبعد ما المريض يعتقد بأنه قد شفي بعد كم من سنة يعود له الورم من جديد. توصل الأطباء إلى أسلوب آخر في العلاج يترافق مع الجراحة، وهو العلاج بالأشعة راديوثيرابي. فبعد إزالة الورم جراحياً يقوم الطبيب بتعريض الجزء المصاب من المريض لموجات من الأشعة في محاولة للقضاء على ما تبقى من الخلايا المسرطنة. لكن رغم هذا كله فالسرطان ما زال ينتشر بين الناس، وهناك أنواع ما تنفع معاها لا الجراحة ولا الأشعة. لذلك يستخدم الأطباء نوع من العلاج اسمه العلاج الكيميائي أو الكيموثيرابي. العلاج الكيميائي يوصف للمرضى اللي امتد السرطان في أجسامهم إلى أماكن كثيرة، ويؤخذ عن طريق الحبوب أو الإبر. هذا العلاج يهاجم الخلايا السرطانية في محاولة لقتلها، والخلايا اللي ما يقدر عليها يحاول إنهاء قدرتها على الانقسام والانتشار. ولكن مشكلة هذا النوع من العلاج إنه يؤثر أيضاً على الخلايا السليمة، وقد يسبب أعراض جانبية كالهزال وتساقط الشعر وآلام في الجسم، وقد يؤثر على الكلية وغيرها من أعضاء الجسم. صعوبة العلاج الكيميائي على المرضى دفعت العلماء للتفكير والبحث عن علاجات تتفادى الخلايا السليمة وتجنب المرضى أيضاً الأعراض الجانبية اللي تؤثر على نفسياتهم، ومن هنا ظهرت علاجات ثورية أخرى. هناك نوع من العلاجات يسمى العلاج بالبروتونات، بروتون ثيرابي. في المستشفيات والمراكز المتخصصة بهذا النوع من العلاج توجد مسرعات جسيمات يسرعون في داخلها البروتونات إلى تقريباً 60% من سرعة الضوء علشان تكتسب طاقة كبيرة، وبعدين يدخلون المريض في جهاز ويقومون بتصويب أشعة دقيقة جداً من هذه البروتونات المحملة بالطاقة لتخترق جسمه وتصل إلى العضو المصاب بالسرطان. الأشعة تدخل من أكثر من جهة لتحاشي الاصطدام بالأعضاء السليمة، ولما تصل للجزء المصاب تصير دقيقة جداً وتبدأ بقتل الخلايا المسرطنة بدقة عالية تصل إلى حجم البكسل، وبذلك ما تلحق أضرار بالأعضاء السليمة، بل حتى في داخل العضو المصاب تصيب فقط الأجزاء المتضررة فيه. تستخدم هذه التقنية للمصابين في السرطان في أماكن حساسة كالدماغ وأعصاب العمود الفقري والرئة والكبد وغيرها، وما يحتاج المريض أنه ينام في المستشفى، فجلسة العلاج الوحدة تأخذ دقائق فقط، ويعتبر هذا النوع من العلاج أقل الأنواع اللي فيها أعراض جانبية. العلاجات كثيرة، لكن وقت الحلقة ما يسمح بعرضها كلها، لكن آخرها وأكثرها ثورية هو إعادة هندسة الجينات، وفي حلقة الجينات شرحنا عملها بالتفصيل وعرضنا الحالة كم يؤس منها تماماً، لكنها شفيت بفضل الله أولاً ثم بفضل هذا العلاج. بس باختصار في هذا النوع من العلاج يقوم العلماء بدراسة التركيبة الجينية للخلايا السرطانية، هذا DNA وفيه الجينات. العلماء يحاولون أنهم يكتشفون شو من الجينات في داخل DNA اللي صار فيه خلل، وأفرزت بروتينات حولت الخلية إلى خلية سرطانية متمردة وبدأت تهاجم خلايا المناعة المسمى T cells ودمرتها. وبعد ما يعرفون وين الخلل يقومون بقص هذا الجزء المعطوب ورميه، يحطون جزء ثاني سليم. التجربة هذه نجحت على مجموعة من المرضى، لكن يعكف العلماء حاليا على إتقانها، وإذا نجحوا قد يستطيعون
أنهم يقضون على هذا المرض المدمر إلى الأبد. في 100 سنة الماضية اخترعنا السيارة والطائرة ووصلنا إلى الفضاء وهبطنا على القمر وأنزلنا آليات على المريخ وقضينا على أمراض وأوبئة كثيرة، ولكن يبقى السرطان إحدى التحديات الكبرى أمام البشرية اللي احتار العلماء والأطباء لعقود طويلة كيف يقاومونه. ولكن رغم هذه الحقيقة الصعبة ورغم يأس الإنسان اللي عنده مرض السرطان، إلا أن الأمل موجود بإذن الله، حيث يبدو أن نهاية حقبة الصراع مع هذا العدو الفتاك صارت قريبة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. من أول الحجر القديم.